ترفع بنانك فخرا لا تطعطوه، فالشعب منك وفيك الشعب يكتمل. أهلا وسهلا سادة المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حماة العراق. مضيت كالنسر بالأمجاد محتفلا، إن العراق كبير قهو الحلم، أبني العراق بأضلاع ومن شفتي على روابه غنى وانثنى النغم. سنقاتلهم في الميدان، سنطاردهم في كل مكان. مطاردة الأسود لفلول الجردان، في الأرض على الدواعش منتصرون، في البحر إلى ضفاف النصر محرون، سمائي على هدم أوكارهم عازمون. أرض وبحر وسماء، سيظل سفرك خير مال صحائف التاريخ يهدى، وقصيدة عصماء ملء محافل التاريخ تجدى. جيش العراق. زار وزير الدفاع السيد عرفان محمود الحيالي رئيس هيئة الأركان المشتركة في القيادة العامة للمملكة الأردنية الهاشمية، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. وجرى على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود وتطوير القدرات الاستخباراتية. وفي الشأن ذاته التقى وزير الدفاع بمقر رئاسة الوزراء في عمان رئيس وزراء الأردن، وتباحث الطرفان سبل التعاون المشترك بين بغداد وعمان في المجالات المدنية والعسكرية وطرق تطويرها. هذا وحضر اللقاء سفيرة العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيدة صفية السهيل. ترأس السيد رئيس أركان الجيش الاجتماع الخاص للنظر بنتائج عمليات تطهير ومسك منطقة طيبيجة والمناطق المحيطة بها، وبحضور عدد من القادة والضباط، وتناول الاجتماع الوضع الأمني في المنطقة وآخر التطورات الأمنية فيها، وكذلك التأكيد على ضرورة متابعة تحصين وتحكيم المواضع الدفاعية وسد الثغرات بين الحدود الفاصلة للقيادات العمليات. استقبل السيد رئيس أركان الجيش قائد قوات التحالف في العراق وسوريا، وتناول اللقاء بحث ومناقشة عدد من المحاور الرئيسية أهمها التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال دعم وتدريب وتسليح الجيش العراقي. بحضور معاون رئيس أركان الجيش للميرة، احتفلت مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بمناسبة الذكرى 68 لتأسيسها هذا الصنف الفني الذي أثبت جدارته في معارك الجيش العراقي مع الإرهاب. بحضور معاون رئيس أركان الجيش للميرة، احتفلت مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بمناسبة الذكرى 68 لتأسيسها هذا الصنف الفني الذي أثبت جدارة في معارك الجيش العراقي مع الإرهاب، وأدام زخم المعركة بنجاح، وقدم جهود استثنائية في تصليح جميع الأسلحة والمدرعات والآليات في الميدان. هذا الصنف المعطاء الذي استطاع أن يرفد المعركة ويحافظ على ديمومتها من خلال تصليح وإنقاذ كافة العجلات العاطلة من ساحة المعركة وتصليحها وارجعها الى الوحدات. هذا الصنف بالرغم من قلة الدعم ومن رغم من قلة المواد الاحتياطية الا انه استطاع ان يثبت جدارة كبيرة في هذا المجال. يعتبر صنف الهندسة الآلية الكهربائية من الصنوف الرئيسية والمؤثرة في الجيش العراقي، حيث يقوم بإعادة تصليح وإعمار كافة المعدات التي تتضرر نتيجة العمليات العسكرية من ناحية الإخلاء والتصليح. صنف الهندسة الآلية الكهربائية يطلع بمهام عديدة، منها تصليح وإدامة كافة الدروع الغربية والشرقية والعجلات وإنجازها بجهود ذاتية من خلال كوادرها الفنية المختصة. معمل الدروع الغربية يقوم بتصليح الدبابات والعجلات والناقلات الأشخاص المدرعة الغربية الأمريكية، نقوم بتصليح تصليحات الخط الرابع، معناته تصليحات المحرك وأجزاء التبديل وأجزاء المناقلة والمدفع والبرج وكافة أجزاء الدبابة.
عالميا يسمى صنف الصيانة. عندنا صنف الهندسة العالية الكهربائية، هو صنف يديم زخم استمرارية المعركة. اللي نعرف احنا اللي يصير في المعارك من عطب لمعدات، من عطلات، من اللي يعيدها إلى المعركة. فصنف الهندسة الكهربائية يعني بعمر المديد، بضباط الأشاوس، بمراتبة، بفني ومهندسي، قدروا أن يعيدون هاي المعدات إلى المعركة واستمر زخم المعركة. قمنا بإنجاز وتصنيع عدة مواد احتياطية، وبالوقت الأخير دخلت لنا مكائن تفريز ومكائن خراطة CNC حديثة جدا. وحقيقة يعني احنا في طور الإعداد والمساهمة في تصنيع مواد احتياطية يعني كانت مسبقا ليس بالإمكان تصنيعها بالمكائن التقليدية القديمة. 68 عاما من العطاء لصنف الهندسة الآلية الكهربائية بمسيرة بناء الجيش العراقي من خلال تصنيع مختلف خطوط الإنتاج من الأسلحة والمعدات والعجلات. محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع. احتفلت الفرقة العاشرة بتخرج اللواء 39 في معسكر بسماية بعد إعادة تنظيمه وتدريبه على أيدي القوات الإسبانية العاملة في العراق ضمن قوات التحالف، والاستفادة من الخبرات الأجنبية ونقلها إلى القوات المسلحة العراقية بهدف بناء الجيش وتدريبه وفق أحدث الأساليب وضمن توجيهات رئيس أركان الجيش الرامية إلى جال العام 2018 عام التدريب. احتفلت الفرقة العاشرة بتخرج اللواء 39 في معسكر بسماية بعد إعادة تنظيمه وتدريبه على أيدي القوات الإسبانية العاملة في العراق ضمن قوات التحالف الدولي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية ونقلها إلى القوات المسلحة العراقية. وحضر الحفل قائد القوات البرية الذي أشاد بمنتسبي اللواء وانضباطهم في أداء واجباتهم. ومن خطة إعادة تأهيل الجيش العراقي بالتشكيلات مالته خاطر يكون متكامل في التدريب في جميع المفاصل الصغيرة والكبيرة، مفاصل الأسلحة والحظيرة. اشتركت في هذا التدريب جميع المفاصل الخاصة بالتدريب في أمانة السر ومديرية التدريب العسكري ودائرة التدريب ومديرية المشاهد بكافة التفاصيل. هنالك عمل دؤوب لكل العاملين، هنالك يتقدمهم الأخوة المدراء أيضا القادة والآمرين. هذا اللواء لنا قصة كبيرة معه، خاصة في معارك التحرير في الأنبار، كان ضمن الفرقة العاشرة، وكان هنالك مواقف كبيرة جسد فيها الأبطال الشرف العسكرية والبطولات اللي بمعارك كانت حاسمة جدا وقوية، وكانت هنالك بطولات فردية، هنالك شهداء سيكونون دائما في الضمير والوجدان، هنالك جرحى أيضا لهم منزلتهم عندنا. التأهيل شمل جميع الأسلحة وأيضا التدريب في كافة المفاصل. أنا جدا فخور باللواء 39، أعرف أنه هم أداهم راح يكون فوق الممتاز والمطلوب، وأنا فخور أن أقاتل وأكون وياهم بهاي اللحظة. اليوم نشهد تخرج لواء 39 الفترة التدريبية اللي قضاها في معسكر بسماية، واللي كانت بإشراف من الجانب الصديق، اللي تم تدريبه على عدة أمور تخص التدريب مثل القتال في المناطق المبنية، وكذلك التدريب على جميع الأسلحة لإعادة تنظيمهم واستعدادهم القتالي للمرحلة المقبلة. واستمر التأهيل لمدة شهرين، تلقى خلالها المنتسبون تدريبات بدنية وذهنية ودروسا خاصة بالقتالات العنيفة وحرب الشوارع والمناطق المبنية ومكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن بهدف رفع قابلياتهم البدنية وزيادة معلوماتهم العسكرية، وجعلهم مؤهلين لخوض غمار المعارك في مختلف الظروف المناخية والجغرافية ومسك المواضع الدفاعية. في هذا اليوم تمرين تعبوي بقطاعات، وهو تطهير مناطق مبنية بمستوى فوج من ضمن قطاعات لواء المشاهد 39 فرقة العاشرة. طبعا هذا التمرين هو من ضمن الفعاليات النهائية للفترة التدريبية القطاعات المحررة للتدريب لألوية الجيش. هذا التمرين
هو تمرين أساسي ينفذ بنهاية فترة التدريبية، ومن ثم يعقب بعد مرحلة النهائية وهي مرحلة تخرج الدورة وحفل الاستعراض النهائي. اكتساب الخبرات وزيادة المعرفة العسكرية والتدريب المستمر من الثوابت الأساسية التي يسعى القائمون على المؤسسة العسكرية لتطبيقها لبناء جيش قوي قادر على مواجهة التحديات والحفاظ على المكتسبات الأمنية المتحققة. من معسكري بسماية لإعلام وزارة الدفاع أيوب الصافي. تستمر قوافل حجاج بيت الله بالتوجه صوب الديار المقدسة، فقد خرجت قوافل من مختلف محافظات العراق، وكان لأبطال طيران الجيش دورا كبيرا في تأمين تلك القوافل بالتنسيق مع قيادة عمليات الفرات الأوسط. بهدف تأمين قوافل حجاج بيت الله الحرام المتوجهة إلى الديار المقدسة، تستمر الإجراءات الأمنية لقيادة عمليات الفرات الأوسط بالتنسيق مع قيادة طيران الجيش التي تقوم بطلعاتها الجوية لتوفير غطاء جوي لحماية الحجاج ضد أي طارئ يمكن أن يحصل. تقدم طائرات طيران الجيش الحماية والإسناد الحجاج بيت الله الحرام المغادرين من منفذ عرعر البري طريق كربلاء النخيل عرعر، وتقوم طائراتنا بحماية هذا الطريق ذهابا وإيابا. تم تخصيص عدد من الطائرات يكفي لتأمين هذا الطريق الطويل، لذلك تضطر طائراتنا أن تواكب العجلات بطريقة سلسة وعدم مفارقتها حتى وصولها إلى عرعر، محطة استراحة الأولى في النخيل، المثابة الأولى هو الانطلاق من كربلاء. يتجمع الحجاج من مختلف محافظات العراق، نأمن حماية للحجاج أيضا القادمين من كركوك ومن ديالة ومن الرمادي والكيلومتر 160 إلى كربلاء مثابة الانطلاق، ويتم الانطلاق من كربلاء إلى النخيم إلى عرعر. طائراتنا ترافق هذه العجلات على شكل قوافل. القادة الأمنيون أوضحوا بأن هناك إجراءات أمنية اتخذتها قيادة عمليات الفرات الأوسط للحفاظ على أرواح الحجاج، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية لهم. الفرات الأوسط وكل القطعات المنضوية بأمرتها بتنفيذ خطة حماية وتفويج وخدمة حجاج بيت الله الحرام. لحد الآن الخطة تسير وفق ما تم التخطيط لها، هنالك جهد رائع جدا يبدأ من كربلاء المقدسة حيث الاستقبال والإيواء والحماية من قبل أبطال شرطة كربلاء المقدسة وبإشراف ميدان الأخ القائد، ثم مرافقة أرتال الحجاج اليوم التالي من قبل قوة مخصصة تسمى قوة حماية قوافل الحجاج حتى وصولها إلى محطة المشكات حيث أهالي عين التمر وكرمهم المعروف، وهذه المحطة المعروفة سنويا باستقبال وضيافة حجاج بيت الله الحرام، ومن ثم تكمل القوافل مسيرها من المشكات باتجاه النخيب ثم منفذ عرعر. هنالك إسناد جوي مستمر حقيقة من طيران الجيش وجهد متميز هذه السنة وصولا إلى المنفذ واستطلاع عمق الطريق. هنالك قطعات لحماية الطريق وقطعات إضافية واجبها جدا مهم هو تأمين العمق أطراف أو جوانب الطريق مسافة مدخل 10 كيلومترات. أكو جهد رائع وكبير جدا منظومات الأمنية والاستخبارية، كل القطعات البطلة متمثلة بوزارة الدفاع وزارة الداخلية أبطال الحشد وبشكل خاص من فرقة العباس لواء علي الأكبر وفرقة الإمام علي الأبطال ينتشرون على طول الطريق وبالصحراء. الحجاج من جانبهم أثنوا على الإجراءات المتبعة من قبل أبطال الجيش العراقي بمرافقة قوافلهم وصولا إلى منفذ عرعر الحدودي. الحمد لله والشكر، يعني الأمن مستتب إن شاء الله في المناطق العراقية كافة إن شاء الله، ويعني كان يعني تعاون إيجابي جدا، يعني تلاقونا بالترحاب وخصوصا استقبالنا مدينة الزائرين، ويعني كل ما يحتاج الحاج هو متوفر الحمد لله والشكر. يعني صراحة أشكر الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، صراحة من الفلوجة لحد هذه اللحظة دوريات ويا القافلات وسيطرات بين كيلو وكيلو قدامنا، صراحة جيد جدا وامتياز، وإن شاء الله الأمن والأمان على العراقيين جميعا. تعامل ما يوصف، يعني تعامل كلش طيب وموفرين الحماية والخدمة، يعني كل جيدة ما توصف.
جهود استثنائية كبيرة قام بها أبطال سلاح طيران الجيش وقيادة عمليات الفرات الأوسط من أجل توفيت الفرصة ضد كل المحاولات الجبانة التي تحاول استهداف أمن حجاج بيت الله الحرام. برعاية قائد عمليات بغداد وبإشراف قائد فرقة المشاهد 17، تستمر التشكيلات والكوادر والآليات الهندسية لقيادة الفرقة بتقديم الدعم والإسناد للدوائر البلدية والتربوية ضمن حملة العراق بيتنا الكبير نبنيه معا في قضاء المحمودية والمناطق الأخرى. بعد أن ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن ودحر العصابات الإرهابية وتحت شعار العراق بيتنا الكبير نبنيه معا وبرعاية قائد عمليات بغداد وإشراف قائد الفرقة المشاهد 17، تقوم قيادة عمليات بغداد بجهود كبيرة وجبارة وتشكيلاتها المختلفة ومن ضمنها قيادة فرقة المشاهد 17 الذي يتمثل في نقل وإزالة أطنان من الأنقاض والنفايات بمشاركة جهد الفرقة الهندسي وتأمين عمل كوادر تبليط الشوارع في قضاء المحمودية وتصليح الرحلات الدراسية وصبغ الجدران ودعوة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والبلدية في القضاء من أجل نظافة المدن. اليوم عملنا احنا مستمر الدوائر الخدمية ومع القوات الأمنية حقيقة حتى في كل قواطع العمليات ليس فقط في قاطع فرقة 17، حاليا موجود فرقة 11 جاي تعمل وتعمل بنشاط، أيضا الفرقة الثانية شرطة اتحادية جاي تعمل بنشاط، والفرقة السادسة يمكن جاي تعمل بنفس العمل. عندنا عمل في المدارس، عندنا جهد أيضا طلع طبي للأهالي موجود في بعض قواطعنا أيضا يقدم الخدمات للمواطنين. ما ندخل جهد إخواني، نحن نعمل أمنيا، قواتنا حاليا نعم تقدم خدمات ولكن الموضوع الأمني رقم واحد لقيادة عملية بغداد. احنا حاليا في مدرسة المحمودية الثانية، هاي المدرسة تحول على 780 طالب صباحي وظهر الدوام مالها. الأخت المديرة ناشدتنا بأنه بعض الأعمال بها كالصبغ و الصحيات والحدائق وبعض الكهربائيات والسقوف مالتها، جهود استثنائية من أخ آمر فوج الثاني لواء 25 بإشرافنا المباشر حقيقة على هاي المدرسة. حاليا احنا نقوم بترميمها وتعديلها وصبغها وإعادة كهربائياتها وصحياتها والرحلات مالتها بإذن الله. عندما يكون هاي السنة الجديدة يجون طلابنا وأبناء إلى هاي المدرسة يكون في شيء مختلف عن العام السابق. إشادة كبيرة من قبل كوادر الدوائر البلدية وإدارات المدارس في المحمودية بجهود القوات الأمنية وفرقة المشاهد 17 بتسخير إمكانياتها وآلياتها الهندسية من أجل نظافة المدينة وتبليط شوارعها وإعادة تأهيل المدارس من أجل استقبال الطلبة في عامهم الدراسي المقبل. يقوم لواء مشاهد 25 بإعادة وتأهيل مدرسة المحمودية الثانية من كافة النواحي، الصبغ والترميم والكهربائيات وتصليح الرحلات، كما يقوم برفع وإزالة الأنقاض والنفايات بمساعدة الجهد الهندسي لقيادة الفرقة، كما ساهم مع الجهد الهندسي للفرقة بتبليط الشوارع داخل منطقة المحمودية وفرش مادة السبويس خدمة للمواطن العراق الكريم. جهد مشترك من بلدية المحمودية وقيادة الفرقة 17، جهد آلي من الفرقة شفل وقلابات أربع قلابات، زائدا جهد البلدية قمنا بتنظيف ورفع الأنقاض عن الساحات العامة وأيضا تجميل مداخل المدينة. وتستمر كوادر قيادة فرقة المشاهد 17 بتقديم دعمها وإسنادها للدوائر البلدية في قضاء المحمودية وبقية المناطق ضمن قاطع المسؤولية من مقر قيادة فرقة المشاهد 17 لإعلام وزارة الدفاع صباح الخزعلي. سادة المشاهدين، فقرات البرنامج مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم سادتي من جديد. تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة والمراجع في وزارة الدفاع وإشراف مباشر من قبل قائد عمليات بغداد، تواصل قيادة فرقة المشاهد 11 تقديم الجهد الخدمي والإنساني للمواطنين ضمن قاطع المسؤولية. تفاصيل مع سلام الربيعي. ضمن التوجيهات الصادرة بضرورة تقديم الخدمات للمواطنين من قبل تشكيلات الجيش العراقي،
تواصل قيادة فرقة المشاة 11 جهودها بإسناد الدوائر الخدمية ومواصلة حملات التأهيل للشوارع والمدارس والمناطق السكانية في العاصمة بغداد جانب الرصافة. على ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتوجيهات سيد قائد عمليات بغداد بضرورة مساعدة الدوائر الخدمية ضمن القواطع المسؤولة، حقيقة باشرت قيادة فرقة 11 بكوادرها المتيسرة، واحنا الان ضمن قاطع مسؤولية لواء 45 الفوج الثاني وبالتحديد منطقة الأورفلي. حقيقة كيفية مساعدة الدوائر الخدمية من الجانب التربوي والجانب الصحي والجانب الكهرباء والمياه. احنا اليوم في متوسطة المروج، متوسطة واعدادية المروة، ايضا باشرت يعني الكوادر مالتنا بترميم المدرسة وتقديم العون والمساعدة لهذه المدرسة. قمنا بعملية نبني معا لإعادة ومعاونة الدوائر البلدية ضمن قاطع مسؤولية فرقة 11 لواء 45. حسب توجيهات المراجع بدأت هذه الحملة من بداية الأسبوع الحالي، وقمنا بإزالة الأنقاض وفتح الطرق المغلقة، بالإضافة إلى إزالة التجاوزات وتقديم المعونة الإنسانية إلى المواطنين. والله هي مبادرة غير مسبوقة، مبادرة إيجابية جدا. أتجوا صدورنا القوات الجيشنا الباسل اللي هم سور حماية الوطن، وفاجئونا بهذه المبادرة اللي يعني حقيقة يعني صدمتنا، إنه هيك جايين وجايبين جنودهم ورأسا بآلياتهم وفعالياتهم، واللي قاموا بقلع الأرضية اللي هي أصلا يعني آيلة للسقوط، وكذا يعني سنين إحنا نناشد أكثر من جهة يا بتعالوا شوفونا الموضوع، وإذا بجماعة من الخيرة يعني تفاجئونا وجايين بآلياتهم واللي يصبغ واللي يسوي الكهرباء واللي، فمشكورين جدا على هاي المبادرة. سيادة القائد، احنا وصلنا لهذه المناطق، 7 قصور، مناطق شعبية، مناطق يعني تعاني من نقص الخدمات. أعتقد هو واجب الجيش اليوم حماية، لكن بديتوا بصفحة ثانية، صفحة الخدمات. ضمن الفعاليات الموجودة حاليا ضمن قاطع الفوج الثالث لواء 45 في منطقة 7 قصور، مثل ما أشوف منطقة 7 قصور منطقة ما تحتوي على شبكات المياه أو عزنا إلى عجلات الإسقاء الموجودة بتهم النقيل وبلواء الـ44 والـ45 بضرورة تقديم المياه الصالحة للشرب للمواطن. تانكر الجيش الحمد لله والشكر محترمين، يجون لا يقول لك على البوش يتريش ويروح، محترمين بارك الله بيهم، ما قصروا العام نفس الحاله، هم فكوا الازمه مالتنا. تانكر الجيش وصلت؟ لا وصلت الحمد لله، وصلت دناكر. هم قلت لك سمعوا بالسيد القائد اجت الدناكر. زين يعني هم مشكورين، رايتهم بيضة، احنا ما نعتب عليهم. جيش علي لود، دفاع علي لود. يوميا نطلع مواردنا من عجلات اسقاء وعجلات وقود وعجلات حمل لتقديم الخدمات للمواطنين. يعاز يومي من السيد القائد بإخراج كذا عجلات، هذه يعني لتقديم الإسناد للمواطن. هذه الخدمات شملت كل مناطق بغداد ضمن قاطع المسؤولية؟ نعم، ضمن قاطع المسؤولية مناطق 7 قصور، مناطق مدينة الصدر، مناطق كل المناطق اللي ضمن قاطع المسؤولية. نعم. هذا جيشك يا وطن يحميك أيام المحن، والواجب يقتضي خدمة ونلبي الطلب بكل همة، وشرف ان نخدمك يا شعب، لان انت العراق وتبقى بالقمه. سلام ربيعي، اعلام وزاره الدفاع. لتسليط الضوء على ما يقوم به من عمل كبير في تصليح المدافع والاسلحه،
وإعادتها إلى الخدمة. نتابع وإياكم في هذا التقرير الخاص عن معمل التصليح التابع إلى مديرية الهندسة الآلية الكهربائية. عمل متواصل يقوم به معمل تصليح المدافع والأسلحة أحد تشكيلات مديرية الهندسة الآلية الكهربائية في دائرة الميرة لتصليح المدافع والأسلحة لجميع وحدات وتشكيلات الجيش العراقي، ويضم عددا من الشعب المهمة كل منها تقوم بمهامها الاختصاصية. معمل تصليح المدافع والأسلحة أحد تشكيلات مديرية الهندسة الآلية الكهربائية. يتألف معمل تصليح المدافع والأسلحة من ثلاثة أجنحة وشعبة مراقبة الجودة: جناح الإنتاج، جناح الفني، جناح الإداري. جناح الإنتاج يتضمن شعبة تصليح الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، شعبة تصليح المدافع، وشعبة تصليح المدافع الميمطئة والهاونات والقاذفات الأنبوبية. منتسبو المعمل من الضباط والمراتب تحدثوا عن طبيعة عملهم في محطات التصليح السبعة وأجهزة طلاء الأسلحة وتصفيرها في ميدان التصفير الألكتروني وأجهزة القصف بالرمل. يتم قصف بالرمل الأسلحة، ويتم بعدها الغسل بالجهاز، ومن تغسل بالجهاز يتم طلاها بالأحواض المتواجدة هنا عندنا، فيستوعب كمية كبيرة من الأسلحة، وبعد الطلاء يتم تسليمها إلى الوحدات. فهاي الأجهزة الموجودة هنا تسع كمية كبيرة من الأسلحة. شعب التصليح الأسلحة الخفيفة والمتوسطة الثقيلة إحدى شعب معمل تصليح المدافع والأسلحة. تقوم هذه الشعبة بإجراء تصليحات الخط الرابع لوحدات الجيش العراقي. يتضمن العمل بهذه الشعبة على محطات: المحطة الأولى استلام المعدة وإجراء تحوطات الأمان، المحطة الثانية هي فحص الأسلحة وتفكيكها، المحطة الثالثة فحص الأجزاء وتبديل الأجزاء العاطلة، المحطة الرابعة هي التركيب، والمحطة الخامسة عندنا إجراء الفحص النهائي، والسادسة هي تسليم المعدة. عمل دؤوب وخبرة متراكمة يتحلى بها منتسبو معمل تصليح المدافع والأسلحة، وجرى توظيفها لإعادة الحياة إلى تلك المدافع ومختلف الأسلحة، ولتدخل الخدمة من جديد كسلاح فعال ومؤثر. يستمر القسم البري في كلية الأركان بتأهيل وإعداد ضباط الجيش العراقي للعمل بمختلف مناصب الركن، كما ويستقبل القسم منتسبي وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب ووزارة البشمركة من أجل رفد المؤسسة الأمنية بضباء أكفاء. يعد القسم البري في كلية الأركان من الأقسام المهمة في الكلية وصرحا علميا في وزارة الدفاع، إذ يقوم بدوره الريادي في إعداد وتأهيل الضباط للعمل بمختلف مناصب الركن، حيث يتلقى الطلاب في القسم البري مختلف الدروس العملية والنظرية مقسمة على 4 فصول دراسية. مدة الدراسة في الكلية هي سنتان دراسية مقسمة على أساس 4 فصول بمعدل 2291 ساعة دراسية. يتلقى الطالب بها مختلف العلوم النظرية والعملية مثل دروس في واجبات الأركان، الاستخبارات، الشؤون الإدارية، القيادة والسيطرة، ومختلف التمارين الخاصة بتقادير الموقف لجميع صفحات القتال، بضمنها تمارين خاصة في مكافحة الإرهاب، وكذلك تمارين خاصة بلعب الحرب. الحقيقة صمم منهج التدريس في الكلية بما يتلائم مع احتياج ومتطلبات الحرب الحديثة. عدد طلاب دورة الأركان المشتركة القسم البري 109، تضمن 109 طلاب من وزارة الدفاع، من القوات البرية، وأيضا من جهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة الداخلية، ووزارة البيشمركة. طلاب وزارة الدفاع القسم البري مقسمين على أساس الصنوف، الصنوف المقاتلة والصنوف الساندة والصنوف الخدمية، يتلقون محاضرات مشتركة بالقسم البري. طلاب القسم البري يتم إخضاعهم لاختبارات نفسية ومقابلات ودروس مختلفة في واجبات الأركان والتعبئة والتنظيم والدروس الغير عسكرية، إضافة إلى تنفيذ تمارين تعبوية من أجل الوصول إلى أعلى المستويات في التدريب. طلبة بالقسم الأول طلاب كلية الأركان يأخذون محاضرات فيما يخص واجبات الأركان والصنوف، صنوف اللي تشمل يعني بالفصل الأول الدروع والمشات والمشات الآلي، بالإضافة إلى المدفعية. بقية الصنوف راح يأخذوها تباعا إلى أن يوصلون إلى المستوى الرابع أو الفصل الرابع. هنا ننمي مهارات طالب كلية الأركان إلى أن يوصل المستوى أنه يقدر يقود مستوى الفوج
أو مستوى اللواء، يعني المستوى اللي يدرس به طالب كلية الأركان هو مستوى اللواء والفرقة. تم التحاقنا لكلية الأركان بتاريخ 4/3/2018، تلقينا دروس في واجبات الأركان وكذلك في التعبئة والتنظيم والدروس الغير عسكرية بالإضافة للتمارين التعبوية وإلى آخره من أجل الوصول إلى أعلى المستويات في التدريب. يبقى القسم البري متميزا في عمله وأساسا لا يمكن الاستغناء عنه في إعداد ضباط ركن ملمين بكافة الشؤون العسكرية المختلفة قادرين على تنفيذ الواجبات الموكلة لهم. نفذ اللواء 59 ضمن قيادة فرقة المشاهد السادسة تمرينا تعبويا لتطهير مدينة بمستوى فوج مشات، وقد حضر التمرين مدير التدريب العسكري وقائد عمليات بغداد وعدد من ضباط الوزارة. تفاصيل في سياق التقرير التالي. بعد إكماله عدة أشهر من التدريبات في مدرسة القتال قيادة عمليات بغداد، نفذ لواء المشات 59 ضمن تشكيلات فرقة المشات السادسة تمرينا تعبويا لتطهير منطقة مبنية بمستوى فوج مشات، شارك فيه مختلف الصنوف العسكرية وبإسناد طيران الجيش الذي نفذ إنزالا جويا أثناء عملية التطهير. هذا وحضر التمرين قائد عمليات بغداد ومدير التدريب العسكري وقائد الفرقة السادسة وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة. انتهى 12 أسبوع من التدريب حقيقة المستمر والمكثف لقطعات اللواء 59 الفرقة السادسة. اليوم نشهد تنفيذ التمرين واللي هو خلاصة التدريب حقيقة خلال تلك الفترة الماضية. اليوم هذا التمرين حقيقة تمرين كبير وتمرين جيد، اشتركت به قطعات من الجيش، قطعات مدرعة وأيضا طيران الجيش. شوف ثلاث صنوف اشتركت بهذا التمرين، حقيقة التنفيذ كان بمستوى جيد. احنا بمستوى يعني طموح، هذا التمارين هي اللي ترفع من مستوى استعداد القتال للوحدات. حقيقة مسرورين بالتنفيذ، بالتأكيد هناك بعض الملاحظات هنا وهناك، ولكن التمرين بشكل عام جيد جدا وتنفيذه كان مثل ما احنا نريد. بالتأكيد هذا صار بالتنسيق بيننا وبين قوات التحالف، ايضا لهم دور كبير بهذا التمرين. اشترك اللواء 59 فرقة السادسة لمدة تدريبية 12 اسبوع وبالتعاون مع بعثة التحالف الدولي. اليوم تم تنفيذ تمرين الفوج في القتال في المناطق المبنية، نفذ الفوج الثاني لواء 59 والقطعات الملحقة. هناك عدة دروس من هذا التمرين سيتم الاستفادة من عندها والاستفادة من بقية التشكيلات. وتلقى منتسبو فرقة المشات السادسة تدريبات مكثفة في القتال بالمناطق المبنية وعمليات مكافحة الإرهاب على أيدي كوادر تدريبية مشتركة من مدرسة قتال قيادة عمليات بغداد وقوات التحالف الدولي. توسع التدريب للواء 59 المتمثل الفرقة السادسة لقيادة عمليات بغداد من 3 مراحل، المرحلة الأولى لمدة 3 أسابيع، والمرحلة الثانية أسبوعين، والمرحلة الثالثة أسبوعين، وخلالها يتمتعون إجازة لكل مرحلة أسبوع. الأمور المهمة اللي أكدنا عليها هي أنه عادة التنظيم والعودة إلى السياقات القديمة في التدريب، ولعام 2018 هو عام التدريب. حقيقة لواء 59 تميز بالضبط العالي والممارسات الجيدة، وكانت الحصيلة اليوم هو التخرج، وكان تمرين بمستوى فوج 4 سرايا تشترك لتطهير 3 بنايات اشتركت بدبابات من الفرق المدرعة 9 وكذلك من طيران الجيش. اليوم الفعالية كانت فعالية مشتركة الصنوف، صنف طيران الجيش شارك بها إضافة إلى صنف الدرع، وبالفعالية الرئيسية اللي هي متضمنة صنف المشات. بالنسبة للفوج الثاني لواء 59 فرقة السادسة، اليوم بدعم جدا كبير من قبل رعيل دبابات الإبرامز من الفرقة 9 وطائرتين مروحية من قيادة عمليات طيران الجيش. الفعالية المشتركة التي نفذتها مختلف الصنوف العسكرية الهدف منها الوقوف على مستوى التدريب وبيان أسلوب القتال في الميدان، فضلا عن إعادة تنظيم الجيش العراقي حسب مذكرات التدريب التي وضعتها وزارة الدفاع. من بغداد، محمد شويلي، إعلام وزارة الدفاع. هكذا نحن العراقيون، شاء الآخرون أم أبوا، يعانقنا الحب أينما نكون، ويحدو بنا السلام أينما حلت أقدامنا ونبضت قلوبنا. كلمتنا واحدة وصفوفنا موحدة، نعمل وفق ما يرضي الله سبحانه، سائرون على طريق دستور وطننا الغالي، دستور لكل أطياف الوطن وقومياته. أطياف هذه الأرض رسم خالد
في لوحة تزهو بها الألوان. عنوانها وطن يحيى الجميع به، قصب جبال، نخلة وديان. جهود كبيرة يبذلها منتسبو معمل تصليح معدات الاتصالات في أمرية اتصالات المقر العام التابع إلى مديرية الاتصالات العسكرية في دائرة العمليات، حيث يقوم هذا المعمل بتصليح كافة أجهزة ومعدات الاتصالات والمحطات الطرفية لوحدات وتشكيلات الجيش العراقي. ويضم المعمل ورش تصليح فنية اختصاصية يديرها مهندسون وفنيون من ذوي الخبرة والكفاءة. معمل تصليح معدات الاتصالات المقر العام أحد تشكيلات مديرية الاتصالات العسكرية التابعة إلى أمرية اتصالات المقر العام. يعني معملنا بتصليح كافة أجهزة ومعدات الاتصالات والمحطات الطرفية لوحدات الجيش العراقي كافة. معدات الاتصالات المقر العام تابع إلى مديرية الاتصالات العسكرية. احنا حاليا نصلح لكل الجيش العراقي اللي موجود وكل الوحدات اللي موجودة ضمن عمل الجيش العراقي. يجينا المأمور بكتاب مخول من الوحدة مختوم وكامل مع أوراق تصليح. حاليا احنا واقفين بالورشة التصليح اللي هي عبارة عن جناح سلكي وجناح لاسلكي لتصليح جميع الأجهزة اللاسلكية اللي خاصة بالجناح اللاسلكي، وكذلك جميع الأجهزة اللي موجودة ضمن الجناح السلكي اللي هي الهواتف والبدالات والحاسبات وملحقاتها جميعا. الفنيون في المعمل تحدثوا عن طبيعة عملهم في تصليح الهواتف والبدالات الميدانية وتبديل الأجزاء العاطلة وتصليح أجهزة الهرس المحمولة واليدوية والثابتة. قوم المعمل باستلام الحاسبات العاطلة والمدمرة من كافة تشكيلات الجيش العراقي وبكافة الصنوف، ونقوم بفحصها وتحديد نوع العطل وتبديل الجزء العاطل بالحاسبة وإعادتها بأسرع وقت ممكن وإعادة تأهيلها إلى الوحدات الفعالة. إحنا هسه الآن في قسم تصليح الأجهزة اللاسلكية أجهزة المشات، قسم تصليح أجهزة الديامار. نقوم بالبداية باستلامنا الأجهزة من السيطرة، ثم تأتي إلينا الأجهزة. نبدأ بها أولاً بفحص الجهاز نظري، قد يكون فيه كسر أو قد يكون فيه أضرار ظاهرة. ثم نبدأ بالفحص الثاني، فتح الجهاز وفحصه عن طريق الأجهزة الإلكترونية الأفوميتر والفولتيات وعن طريق الجهاز الراديو تيست للتشيك. منتسبو المعمل من الضباط والمراتب عهدوا مواصلة العمل بإدامة وتصليح كافة معدات وأجهزة الاتصالات لجميع تشكيلات ووحدات الجيش العراقي والقوات المسلحة الباسلة. قامت قيادة فرقة المشات 17 بنصب تذكاري في مقر الفرقة وتسمية السيطرات والمرابطات والقاعات المؤتمرات والشوارع باسم شهدائه، تثمينا لدمائهم التي قدموها في تحرير الأراضي من الإرهاب. وفي السياق ذاته زارت لجنة من فرقة المشات 17 عدد من عوائل الشهداء وتشكيلات ووحدات الفرقة في محافظة بغداد للاطلاع على حوالهم وتكريمهم. تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش بتخليد شهداء الجيش العراقي، أقامت قيادة فرقة المشات 17 نصبا تذكاريا لشهدائها، فضلا عن تسمية معظم الشوارع والسيطرات وقاعات المؤتمرات باسم شهداء الفرقة استذكارا لدمائهم الطاهرة التي روت ظمأ العراق. إجلالا وإكراما لشهدائنا الأبرار ومواقفهم المشرفة ودمائهم الزكية التي تحرر بها العراق، قامت فرقة مشات 17 بتسمية جميع القاعات والشوارع وملعب كرة القدم والسيطرات والمرابطات بأسمائهم. حقيقة هذا شيء قليل نقدمه لهم، لأنهم اللي قدموه ليس بقليل وإنما هو أغلى ما يملكون. هذه الشوارع سميت لتكون ذكرى وتكون أسمائهم وأرواحهم موجودة في قيادة فرقة مشات 17. ومن جهة أخرى زارت لجنة من فرقة المشات 17 عددا من عائلات شهداء تشكيلات ووحدات الفرقة في محافظة بغداد للاطلاع على أحوالهم وتكريمهم، تثمينا لتضحيات أبنائهم الشهداء وما قدموه من دماء في تحرير المدن من الإرهاب. ما قصروا والحمد لله والشكر، لأنه يمكن هاي صار المرة الثالثة من جوني، هم أي برمضان جوني وهسه هاي جيتكم وقبلها جيها من جوني مرتين، الحمد لله أسمام قصر اللي هو شو يسوي بعد هاي يعني. نزور عوائل الشهداء شهريا
وذلك اطلاع على أحوالهم ومتابعة استلام عوائل الشهداء كافة حقوقه التقاعدية من قبل عائلة الشهيد، وتقديم الدعم المادي حسب المتيسر والدعم المعنوي لعائلة الشهيد. وحقيقة هذا أقل شيء واحد يقدمه لعائلة الشهيد، يعني لأن احنا عندنا شعار العوائل الشهداء أمانة في أعناقنا، فنمشي على الشعار هذا. إلى هنا سادة المشاهدين، حلقة البرنامج انتهت. ملتقانا في الأسبوع القادم، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله وحفظه.